92 مليار هذه تكفي سوق الجمله بربي ان شاء الله. والعد الزوالي هذا راهو وعيش من هذه. لا اختلاف على الضرر الذي لحق بسوق شلغم العيد بولاية ميلا، لكنه عاد وبدأت الحياة تدب فيه من جديد مع توقعات بمزيد من التحولات الإيجابية. والله يا اخويا انا كون ولينا شلغم والله رحمة ربي ما نكذبش على اخويا على فيارك، سمحنا هنا كبرنا هنا عرفنا السوق، فهمتني؟ السوق هذا بعد مليح فيه الخبز. سيبوا لنا السوق هذا لازم ينخدم، والسوق هذا مليح، هاي 48 ولاية قاعد تجي ليه. هاك فاهم؟ ويساعدنا في العنب، احنا العنب هنا اللي يتباع ما يتباع حتى في السوق. أقرضت وزارة الداخلية من خلال صندوق الضمان والتضامن بلدية شلغم العيد 92 مليار سنتيم تخص توسعة وتهيئة سوق الجملة ليحدث نقلة نوعية في النشاط التجاري المحلي. قرض 92 مليار في إطار نفسي سيال استدير صندوق الضمان، هذا سيتان كريدي اللي رمبورسيوه على 10 سنين وراح يقيس التهيئة. عندنا الاكستنسيون تاع لو مارشي، وعندنا كذلك بناء هكتار كامل تاع خدمات، ونبداو نخدموا لي زونغار نعاودوهم، الكاميرات سيربيونس، الكليراج بوبليك، لي روت، كلشي. وهذا قلنا بلي ثلاثة أسواق فارياليزي، تروا كرو مارشي تما في الاخر. دوك تشوف مستقبلا من عام ولا عامين لامبورتونس تاع الاسواق هذو واش غادي يجيبوا لنا. منذ نشأة سوق الجملة للخضر والفواكه شلغم العيد، ظل الممول الأول وطنيا بالخضر والفواكه ونقطة استقطاب لمختلف التجار من كافة الولايات، بانتظار التحول الأكثر إيجابا فور انطلاق الأشغال الكبرى لتطويره.